يعطيكم العافية يا رابع. اليوم رح نبلش بآخر درس من وحدة القياس وهو المساحة. حكينا الدرس الماضي عن المحيط، كيف نوجد محيط مستطيل أو محيط مربع، وحكيت لكم محيط أي شكل اللي هو عبارة عن الإطار الخارجي، أنا باخذ قياس على الإطار الخارجي. لما كان عندي مستطيل، شو كنا نحكي عن المحيط المستطيل؟ مجموع الأضلاع كاملة. أو نحكي اثنين في الطول، يعني عندي طول وطول، هذا بنسميه حكينا الطول. وهذا بنسميه الويث اللي هو العرض، لينث ويث. حكينا عن محيط المستطيل هو عباره عن 2 ضرب الطول زائد 2 ضرب العرض، ليش؟ لانه عندي عرضين وعندي طولين. وحكينا على محيط المستطيل اما مجموع الاضلاع كامله او 4 ضرب الاس اللي هي 4 ضرب طول الضلع، هذا لانه مربع جميع اضلاعه متساويه، اذا كان هون عندي 2 كلها رح يكون قياسهم 2. اليوم بدنا نحكي، طبعا احنا حكينا عن المستطيل المحيط، عشان اذكركم بس انه المحيط كان رمزه حرف البي، صح؟ اليوم لما نيجي نحكي عن المساحه بدنا نرمز للمساحه اللي هي اريا برمز الاي. اي يعني المساحه اللي هي الاريا. طيب هلا المساحه دائما وحدتها دائما مربع. هلا لما كنا الحصه الماضيه نحكي عن المحيط المستطيل، كنا نحكي مثلا طلع معي بي شو بتساوي؟ مثلا 5 متر، بس احكي 5 متر وضلني ساعتي، الوحدة عندي هون كانت قاعدة لحالها. اليوم لما نيجي نحكي عن المساحة لازم تعرف انه المساحة دائما وحدتها مربع، كيف يعني؟ يعني بقول لي متر تربيع او سنتيمتر تربيع او كيلو متر تربيع. هذا اللي بيميز المساحة، المساحة دائما وحدتها مربع، بس انه المحيط ضلها عندك الوحدة لحالها. طيب هلا نيجي نحكي على قوانين المحيط، مساحة المستطيل ومساحة المربع. هلا مساحة المستطيل بدك تصير تميز لي اياهم، رح اعطيك اياهم تلخيص اخر الدرس. مساحة المستطيل اللي هي الـ A، A يعني مساحة اللي هي الاريا. الطول في العرض، بتروح على المستطيل بتاخذ الطول وبتاخذ العرض وبتضرب اياهم ببعض. ليش؟ هلا المساحة وين انا بدي اشتغل؟ حكيت لك اياها الحصة السابقة، المساحة هي عبارة عن حيز العمل. تخيل عندي هاي قطعة الأرض، وين بدي أشتغل قطعة الأرض؟ بدي أشتغل فيها على السور هذا؟ لا، هذا اسمه محيط. هون اسمها مساحة اللي هو حيز العمل، هاي بسميها يا مس مساحة المستطيل، هون أنا بدي أسميها مساحة المربع. هلا المساحة دائما هي عبارة عن حيز العمل، بيكون داخل الشكل كامل. أما المحيط بيكون الإطار الخارجي، بدك تميز بين المساحة والمحيط. المحيط اللي هو الاطار الخارجي او السياج، والمساحه اللي هي الداخل، كل شيء داخل الشكل. اذا مساحه المستطيل اللي هو الطول ضرب العرض، بعطيك الطول تضرب لي اياه بالعرض تطلع معك المساحه بالوحده المربع. مساحه المربع، هلا احنا حكينا ان المربع جميع اضلاعه متساويه، المربع جميع اضلاعه متساويه، تاخذ طول الضلع تضرب في طول الضلع بس، يعني اذا طلع عندي هون 2 كلهم رح يكون عندك 2، صح؟ كيف توجد المساحة؟ بتقولي 2 في 2 وخلص، هاي هي مساحة المربع 2 في 2، تمام؟ لو جيت حكيت لك مثلا مساحة المستطيل، إذا كان عندي هون 4 سنتيمتر وهون 2 سنتيمتر، بتقولي يا مس مساحة المستطيل الطول في العرض 4 ضرب 2 8 سنتيمتر مربع، هيك بنصير نوجد المساحة. طيب هلا هدول القانونين لازم كثير تصير تميزهم يا مس، عشان هلا نهاية الحصة رح أصير أميز لك بين المساحة والمحيط. خلينا نشوف المثال الأول. المثال الأول بيحكي لي، لاحظ هنا يا مس عندك في الكتاب صفحة 98. بيحكي لك المثال، طبعا هو عبارة عن صفحة 98. طول ضلع مربع 1 سنتيمتر، احسب مساحة المستطيل بالسنتيمتر المربع. راسم لك مساحة أو هذا المستطيل أمامك، طبعا لاحظ إنه هذا المستطيل كم مربع في داخله؟ طلع عندك على الكتابة 1 2 3، هي 1 هي 1 وهي 1 اللي هو هي 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. بقول لك كل وحدة مربع عبارة عن 1 سنتيمتر، بده اياني احسب المستطيل. طيب بما انه انا عندي مستطيل، شو حكينا بالمستطيل او مساحة المستطيل؟ نحكي مساحة المستطيل لو اجي تحسبها بطريقة الأولى اللي انت بدك اياها، قديش المساحة الداخلية؟ كم وحدة مربع جوا؟ 1 2 3 4 5 6. بتقول لي يا مس هي عبارة عن 6 سنتيمتر تربيع.
لو جينا وشفنا حكينا المساحة هي مساحة داخلية، تحسب جوا انه انا عندي ست مربعات، كل مربع 1 سنتيمتر يعني بجمعهم بيطلع عندي 6. انا بدي اياك تعتمد اياها على طريقة القانون. شو بقول لك؟ مساحة المستطيل الاي شو بتساوي؟ طول ضرب العرض. انا بدي اياك تعمل لي اياها نرسم على طريقة القانون لعلاقة الاشياء. طيب قديش الطول وقديش العرض؟ هلا انا عندي الطول 1 2 3 اللي هي عبارة عن 3 مربعات 3 سنتيمتر، قديش العرض؟ 1 2 تضرب لي اياها في 2، 3 × 2 6 سنتيمتر تربيع. ما ننسى الوحدة المربعة، إذا ما انكتبت معك الوحدة المربعة رح يعتبر سؤالك خطأ لأنه المساحة كانت متقاسة بالوحدة المربعة. طيب السؤال اللي بعده، طول ضلع مربع 1 سنتيمتر زي ما هو مرسوم قدامكم بالشكل على الكتاب، احسب مساحة المستطيل. هلا لاحظ بالشكل الموجود عندي، أنا كم مربع عندي؟ هون 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر، كل مربع بيعادل عندي 1 سنتيمتر. هلا المطلوب منا يا مس نحسب مساحة المستطيل. إما بدك تدخل على المساحة جوا تعد لي كل الوحدات اللي جوا، أو خلينا نكتب مساحة المستطيل شو بيساوي؟ الطول ضرب العرض. قديش الطول وقديش العرض؟ هلا الطول أنا عندي 1 2 3 4 5، أنا عندي 5 مربعات. ضرب قديش العرض؟ 1 2 3، 5 × 3 اللي هي عبارة عن 15 سنتيمتر تربيع الوحدة مربع. طيب ناخذ كمان مثال عشان نوجد أو نحسب مساحة المستطيل. انتبه على التدريب اللي أمامنا. بحكي لي التدريب، في عندنا ملعق مستطيل الشكل، إذا علمت أن طوله 25 متر وعرضه 7 متر، احسب مساحة الملعق. هلا أول شغلة بالسؤال بقول لي إنه الملعق مستطيل، هي قال لي الملعق مستطيل. وشو طلب مني؟ أحسب المساحة. أحسب مساحة مين يا مس؟ مساحة المستطيل. هاي هي المساحة اللي أنت بدك تركز عليها. أنا بعطيك مسألة، هلا بدك تعرف إنه بدك تحسب مساحة ولا محيط، مربع ولا مستطيل. قال لك إن الملعق مستطيل، بدي أوزن مسافته. فورا بخطر على بالك تشبك مساحة المستطيل. يعني مساحة المستطيل شو بيساوي يا مس؟ الطول ضرب العرض. طيب قديش الطول معطيني اياه؟ 25 متر ضرب العرض اللي هي 7. يلا نضربهم مع بعض، 7 × 5 35، 7 × 2 14، و3 17، 175 متر. هيك خطا، متر تربيع. اذا مساحه الملعب 175 متر مربع. هاي الوحده كثير مهم نعرفها. الجزء الثاني اللي هي مساحة المربع. بحكي لي مثال 2، ما مساحة لوح الزجاج الذي سيصنع منه مصمم ديكور مرآة مربعة طول ضلعها 75؟ هلا هو شو قال لي؟ قال لي انه المرآة عبارة عن مربعة وسألني ما مساحة، يعني هلا انت تصير تربط المسألة ببعضها، قال لي ما مساحة والشكل الموجود عنده مربع، فورا بده يخطر على بالك تكتب لي قانون مساحة المربع. يا مس يلا هي الـ A اللي هو رمز الـ A اللي هي المساحة. شو مساحة المربع؟ اللي هو طول الضلع في طول الضلع. S في S. شو يعني S في S؟ إنه الضلع اللي بتضربه في حاله، كل ضلع بتضربه في نفسه. شو طول الضلع الموجود عندي؟ 75. 75 ضرب 75. هيك أنت بدك تضرب الضلع في نفسه، يلا نعملها على جنب. يعني 75 ضرب 75، يلا نتذكر خوارزمية الضرب مع بعض. 5 × 5 = 25. طب 5 × 7 = 35، و2 = 37. خلصنا من الأحاد، ننتقل على العشرات، نحط صفر الحارس. 7 × 5 = 35، 7 × 7 = 49، و3 = 52، 52. يلا نجمع، دائما عم نضفي عنا جمع، 5 + 0 = 5، 7 + 5 = 12، 3 × 2 = 5 + 1 = 6، 5 بتنزل معنا 5625. إذا المساحة موجودة عندي 5625. شو الوحدة موجودة عندي؟ سنتيمتر. إذا بتحكي لي سنتيمتر تربيع اللي هي سنتيمتر مربع، هاي هي مساحة لوح الزجاج. السؤال اللي بعده، ما مساحة اللوحة الفنية؟ قدامك في كتابة، في عنا هون لوحة فنية.
معطيك طول الضلع 45 سنتيمتر. هلا فورا الضلع المقابلها، ما احنا دائما بالمتوازي الاضلاع سواء مربع او مستطيل كل ضلعين متقابلين متوازيين، هذا الضلع فورا اللي مقابله شو راح يكون عندي؟ 45 سنتيمتر. هذا 45 فورا مقابله راح يكون عندي 45 سنتيمتر، كل ضلعين متقابلين متوازيين. لاحظ معي يا مس انه هو قال لك شو مساحه اللوحه الفنيه، هلا ما قال لك مستطيل ولا مربع، انت بدك تكتشف هذا الشيء. هلا معطيني هون 45 هون 45، 45 مقابلها فورا 45، 45 مقابلها 45، لاحظ انه كل الاضلاع شو مالهم؟ متساويات. مين هو اللي كل اضلاعه متساويه، المربع ولا المستطيل؟ يعني عليك المربع. المربع جميع اضلاعه متساويه، اذا انا اكتشفت انه انا الشيء الموجود عندي مربع وطلب مني مساحه، فورا نكتب مساحه المربع. شو بيساوي؟ طول الضلع ضرب طول الضلع. قديش طول الضلع عندي؟ 45 ضرب 45، يلا نضربهم مع بعض. تعالوا هون نضربهم مع بعض. ضرب 45، 5 في 5 25، 5 في 4 20، و2 22. هي الصفر الحارس، 4 في 5 20، 4 في 4 16، و2 18. نجمع 5 زائد 0 5، 2 زائد 0 2، 2 زائد 8 10، 1 و1 2، 2025 سنتيمتر مربع. 2025 سنتيمتر تربيع اللي هي مساحه اللوحه الفنيه اللي انا. طيب ناخذ يا مس كمان تدريب بخصوص مساحه. معنا تدريب يا مس حديقه مربعه الشكل طول ضلعها 15 متر، احسب مساحتها. شو قال لك؟ بدي المساحه. هو طلب لي مساحه، مساحه اي شكل، حديقه مربعه. اذا انا بدي مساحه المربع، فورا بكتب لي الاي اللي هي الاريا. شو هي مساحه المربع؟ طول الضلع ضرب طول الضلع. طيب قديش طول الضلع عندي؟ 15. طيب نحكي 15 ضرب 15، يلا نعملها هون يا مس على الخوارزميه الضلع. 5 في 5 25، 5 في 1 5 و2 7 75. الصفر الحارس، 1 في 5 5، 1 في 1 1. يلا بنجمع 5 زائد 0 5، 7 زائد 5 12، 1 و1 2 بيطلع لنا 15 في 15 225. شو المية الموجودة عندنا؟ متر مربع. إذا مساحة الحديقة المربعة الموجودة عندنا 225 متر مربع. طيب هيك أنا بكون خلصت درس المساحة. هلا بدي أعطيكم شغلة بس، إنه أنا رح أعطيك قوانين محيط المستطيل المربع وأعطيك قوانين مساحة المستطيل المربع عشان تعرف تميز بيناتهم يا مس. طيب طلع عندي هون يا مس، عندي مساحة المستطيل اللي هي الـA، تلمس بـ الـA دائما المساحة من متنها بالـA اللي هي الأريا، الطول في العرض، وإذا كان عندي مربع اللي هو طول الضلع في طول الضلع، الأس اللي هو عبارة عن طول الضلع. طيب في حال كان عندي أنا المحيط، والمحيط حكينا إنه النصف في حال في الـB، محيط المستطيل 2 في الطول زائد 2 في العرض، وإذا كان عندي محيط مربع اللي هو عبارة عن 4 في طول الضلع. هذول القوانين جدا مهمين تكون تميزوا بيناتهم وتعرفوا بس احنا شو بدنا، مساحه ولا بدنا محيط. طيب بعطيكم سؤال، لو انت بدك تختبر نفسك يا مس. ساحه مستطيله الشكل، ركز، انا الساحه مستطيله الشكل، طول ضلعها 22 متر وعرضها 12 متر. من الساحه نفسها بدك تطلع لي محيط الساحه وتطلع لي مساحه الساحه. بما انه انا الساحه عندي مستطيله، هلا على شو بدي اشتغل انا؟ على المستطيل ولا المربع؟ طبعا بدك تشتغل على المحيط والمساحه، قانون المحيط وقانون المساحه، بس لاي قانون، المربع ولا المستطيل؟ يلا يعطيكم الف عافيه هيك يا رعاية.